السلام عليكم، تبارك الله عليكم. موصول الحلقة ديالنا، خليناها كنا غاديين لواحد قصر، كنبحثوا على شي جثة ولا على شي علامات. المهم نشوفوا كي نطلعوا، كنا حي حنا شوية هنايا. هو السيد راه ميت. احنا كان مشينا بس نمشي لجهة اخرى كي غنديرولها. باش نوصل يعني، باش نوصل نطلع عليه. صافي فهمت. لا منا 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 صاحبي، لا خليني نجرجره. استناني يا عدا، مفيش لها علاقة. اوكي واش هاك؟ هذا الطريق الذي أتينا منه. من هنا علينا الصعود بشكل متعرج. ياك يا بالك، نشوف لنحاول. فهمت. وناش فاقع عندنا هاد الفكعة كاملة باقي اخرى. التقط انفاسك، هناك انزلاقات، هذا يبدو اكثر خطورة. لا خيار. واو. تبا طالما فعلها فسأفعلها. واو شي يعذب. أفضل من القفز بالحبال. هل قمت بالقفز بالحبال من قبل؟ لا، لكني واثق أنها أفضل. وين؟ هل هذا ما كنت تفعله طوال تلك السنين؟ تقفز حول الأطلال؟ نعم، والتعرض لإطلاق النار. تعرضت لانفجارات ولكمات وركلات. حسنا فهمت. والطعن والتخدير. عاش نقزو منا بدي نفس الشي انايا. لا لا لا، ما نقزل هابي هكا.
اوه سبقت زانك من هذا. تم على هذه هذه النهاية. ليس بعد، لا يزال علينا التسلق أعلى لعبور الوادي. آمل أن يتوقف الانزلاق، ظهري مليء بالحصى. بخير وديدي. فين بيها؟ أنت جاهز؟ لمن؟ فوالا. اوكي. أخيرا. بعد ما جيت تدخل من الباب. ايه ساعدني. هيا هيا حسنا هيا. ها قد وصلت. يا إلهي انظر لهذا المكان. مرحبا في مهجع القديس ديزما، المثوى الأخير المزعوم لهنري إيفري. فلنعثر على القبر. نيثان انظر، هذا به زوج من السيوف مثل الورقة التي في الصليب. التواريخ خاطئة. انتهينا من واحد وباقي الكثير. سيوف، جمجمة، وعظام من 1659 إلى 1699. سنصل للهدف إن وجدنا مقبرة وبها الأشياء الثلاثة. حسناً، فلننتهك بعض القبور. هيا. يبدو أن ريف كان يبحث بالفعل. عظيم. من الجيد أنه لا يعرف عما يبحث. لا، لكن يمكن أن يحرفه الحظ. لنأمل خيراً. سأبحث هنا أولاً. وين راح ندبر عليها؟ ما عادش تكون قريبة. نطلع لها. لم نجد في المخارج شي حاجة. السيوف تتطابق. لنرى. لا نو. تواريخ سيئة.
شوفوا هذا بالا. التاريخ صحيح لكن السيوف مقلوبة. ليس هذا. لا، تاريخ خطأ والسيوف لا تطابق لفافة الورق. أين بتون ضبرين هذا؟ مقولة جيدة موم. حسنا، السيوف مطابقة وكذلك السلة. تعال يا سام. هنا؟ أوجدتها؟ انظر، بنجامين بريدجمان. هذا اسم شهرتي إيفري. هناك شيء غريب في الجمجمة، وكأنها لا تنتمي إلى الحجر. نعم، الغريب فيها هو أن هذا ليس رمز إيفري. نعم، الجمجمة تواجه هذا الجانب. ما هذا؟ أهوي إلي. جاهز لهذا؟ أنا جاهز من فترة طويلة. لذلك لنرى ماذا لدينا. إنه سرداب. سرداب مخفي خلف باب سري. الباب السري تمت إضافته بعد ذلك لإخفاء غنيمته. فلنأمل هذا. المجموعة هنا. يا إلهي، ديزما على اليسار، اللص التائب، جاستس على اليمين، لص حقير. كان إيفري من محبي القديس ديزما. كان إيفري يعتبر نفسه اللص الطيب. ها، لم يكن يسرق وينهب سوى المشركين غير البريطانيين. هذا معنى الطيب في الماضي. جيد كارلس. شاهد. يبدو مصباح. يا مدخن، أحتاج إلى ولعته. يا مدخن. هذا يؤذي مشاعري. ليس بقدر إيذاء رئتيك. شكرا أيها الأب دافي. أليس هذا مبهرا؟ الضوء قادم من الجانب الآخر. من الجانب الآخر. أوكي، شخص ندير. انظر لهذا، هناك شيء عند قاعدة التماثيل. فلنرى إذا. يمكنني تصويب الأضواء. أحب هذا. ها نحن ذا. شوف لس خليتها كما انت. جوج لصقناهم. هي، ربما يجب اصطفاف الضوئيين مع نجمة في نفس الوقت. نعم. Thank you.
هيو هذا. هذا غير صحيح. هذا ليس هو. نجحت في ذلك. لا أقسم جوج لاصق. ها نحن إذن. بقي هذه مال. واو فعلته. سؤال شوية. حسنا لنجرب هذا. افتح يا سمسم. أكدت الخطأ. منظر جميل لكن لا كنز. لا لكن أطار تلك الصلبان؟ نعم. هل هذا كهف في الأسفل؟ يبدو أن إيفري يحاول توجيهنا للمكان التالي. لكن هناك مشكلة واحدة. العودة من هنا تعني العودة من الكاتدرائية. ونعود تجاه ريف. تبا. لا داعي لإبقائه منتظرا. هاي شوية نقدر. عندي والو لا لامبا لا. جيد، لأن هذا هو طريقنا. اتبع توجيهاتي. وصل الأنباء من فريق الاستكشاف في الأعلى؟ لا شيء. أتعتقد أن لدينا زوار؟ كنت أتمنى هذا. أثارت العاصفة على اللاسلكي. أصبح بلا فائدة. إن لم نسمع منه قريبا فسأذهب إلى اللاسلكي. يا إلهي! أحدهم في المنطقة! هل وجد أحد أي شيء؟ لا، لا شيء. افحصوا كل زاوية ورفض.
خلني تشيل انا. حسناً، نحن في أمان. حسناً، كان ليتم بشكل أفضل. ما زلنا نتنفس، هذا يكفي. فلنفتح تلك البوابة. هلوا. أنت جاهز؟ عظيم، كنت آمل بالعثور على الكنز هناك، لكن الأمر ليس بتلك السهولة. هذا من واقع تجاربي. وهناك مسألة مجموعة النجوم المميزة. كانت مميزة. يلا خلاص. ذلك الصليب العالي، هذا حيث يريدون إيفري. ما يريده إيفري يحصل عليه. يا فتى، ما حالتك؟ يا صالح، نحن على الطريق. الكنز قريب من الكاتدرائية أكثر مما اعتقدنا. ماذا تريدون أن أفعل إذن؟ لا تطفئ المحركات، سنعود سريعا. لك هذا، أبقني على علم. حسناً. أشعر بتوتر
هناك فلا تتحدث. كل شيء الآن يدعى مذبحة للتهويل من الأمر. ماذا لدينا هنا؟ يليق بالقراصنة. فيش قرطاسات. ماذا دخلنا هنا؟ صعب بها شيء طريق. شوية سأستخدمها. لا مجال للهرب من هؤلاء. نعم، وسيزداد العدد كلما اقتربنا من الكاتدرائية. أوكي، عشان نفوت منه. نيتان، وجدت سلما هنا. حسنا، قادم. ها نحن، هيا سأرفعك. حسنا. تبا، المكان عال جدا. ايوه. نعم، انتظر. منتظر. سأرى ماذا عند البناء الخشبي هنا. بالضبط. أعطيك طريقة للصعود، سيدعم هذا وزنك. يا شكرا. اوكي طلعنا. الا تعتقد ان الرهبان بنوا هذا؟ مستحيل، انه نظام بكرة رفع. لرفع جزء كبير من الكنز؟ لرفع شيء. لا أصدق أنني فتني هذا. واضح أننا مقدر لنا العثور عليه معا. هذا رومانسي. لنتسلق هذا. أنا في الطريق. أنا أتجمد. قرد هذا. أوكي. من هنا. أرى. حركة جيدة. شكرا. حسنا، ربما لم تكن فكرة جيدة. اوه والله يا دلالة يا رب. توفح. اوكي نريد الحلقة دي انها في التعليقات. خليها تبقى الجاية. تبارك الله عليكم. شوفوا الحلقة الجاية ان شاء الله.